ناخد الكلام على محمود علاء واروح لك يا كابتن هشام بقى لعبتك. محمود علاء ومحمد عبد الغني. محمود علاء اكثرهم يعني انتقادا طول الوقت، كل الناس تنتقد محمود علاء، اخطاء محمود علاء، مشاكل محمود علاء، محمود علاء يصلح ولا لا يصلح، كلام كتير. انت تقييمك ايه الفني لمحمود علاء ومحمد عبد الغني؟ هو بص، محمود علاء هو لعيب كويس وجيد وكل حاجه، بس هو يمكن الشغل معاه مش كتير. المرحله اللي عدى فيها في فتره المنتخب وقعوده كتير، يعني قعد كتير، ده اثر عليه نفسيا واثر عليه. بس من قبلها يا كابتن هشام يعني قبلها ينتقد وقبلها ما كانش موجود في تشكيله الزمالك. هنيجي نقول ايه الحجم الشغل اللي بتشتغل فيه، انت بتعده ازاي؟ بتشتغل على الحته دي معاه ازاي؟ ما هو ده النهارده مش كل لعيب، لما تلاقي لعيب مستواه كان عالي وتيجي تبص ان هو ابتدى مستواه يهتز، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان في نوع من انواع عدم الاهتمام باللاعب او بالجزء اللي هو المفروض ان هو يشتغل عليه كتير قوي. المدافع انت عارف لازم دايما يبقى في حاله تاهب. الواجبات اللي بياخدها محمود ممكن يكون من المدرب مثلا ان هو يطلع يكمل يزيد، لكن يعني انا مش شايف ان في تعليمات زي زمان مثلا لما كنا نيجي نقعد وانت بتلعب تبص تلاقي المدرب خليك واقف في مكانك، ما تطلعش، ما تروحش، ما تعملش، ما تزيدش الكلام ده. انت النهارده بقيت بتلاقي المدرب اول حاجه يلا يا محمود اطلع، انت فاهم، روح. حته الشغل والتركيز على البوزيشن بتاعته، افتكر ان في الحته دي ناقصه في التدريب جوه النادي الزمالك، فعشان كده انت متاثر باتنين موجودين عندك اللي مش شغالين. الونش الوحيد عشان بيلعب كتير فما فيش وقت ان هو يريح او كلام من ده، فافتكر ان هو راكب الجيم. لو اي واحد من اللعيبه دي دايما في حاله تركيز وحاله تدريب بثقافه معينه بشغل معين باداء معين الكلام ده هيرفع مستواه، لكن انا شايف ان مفيش، حتى مع ان خلي بالك اللي ماسكين المدربين اللي مسكوا في الفتره اللي فاتت نادي الزمالك معظمهم سردباكات، يعني بتلاقيه معظمهم سردباكات، فين الواجب او الشغل اللي المفروض انك انت تشتغل وترفع من اداء هذا اللاعب وهو لعيب كان كويس او لعيب مميز او لعيب كان بيعمل شغل كويس داخل الملعب. فابتدى الناس تشوف محمود علاء في تغيير بيحصل، طب ده نتيجه ايه؟ انا مش عايز دايما ارمي الخطا برضو على اللاعب، اللاعب بينزل وبيلعب، طب انت ما قرصتوش ليه وتيجي تقول له تعالى لا اقعد على جنب دلوقتي عشان انت مستواك في مشكله، او النهارده ادائك مش، او بقالك فتره بتغلط، فانت النهارده ما بتصلحش اخطاء. وده اللي حصل النهارده، ده تاني ماتش يحصل فيه ضرب جزاء، يعني انت فاهم، ومن محمود، يعني انت فاهم. فهي المساله مساله ايه؟ مين اللي بيتكلم ومين اللي بيوجه؟ هو ده المفروض اللي يحصل. يبقى لازم في عنصر مهم، وانا بقول دايما ان الفرق لازم يبقى فيها مدرب مدافع يكون على درجه عاليه جدا من الثقافه التدريب علشان يقدر يقوم الخط، لان انت النهارده ممكن تحط فرقه كامله فيها خط هجوم عالي والخط الدفاع بتاعها ممكن يبوظ الفرقه دي خالص بالتمام، ينهي. فعشان كده بقول دايما اي فريق قوي لازم تلاقي خط دفاعه قوي، يعني يكون عنده شغل بتشتغل بيه تقدر تزود منه. لكن اللي انا شايفه يمكن ما فيش حد، او يمكن جايز ممكن ما يكونش فيه تنبيه لمحمود علاء، ما بيحدش بيصلح الاخطاء ليه. وده طبعا تغيير المدرب، طبعا ده نوع من انواع الحاجات اللي برضو بتاثر الفتره اللي فاتت. احساس اللعيبه برضو مهم جدا طبعا. ان هو حاسس ان المدرب ده ماشي فبقى له 3 4 ماتشات فمش فارق معاه اذا كان يلعب كويس او يلعب. لازم تبقى هي منه هو منه إيه؟ هو راجل لازم يخاف على نفسه، ولازم هو لعيب دولي يخاف على مكانه في المنتخب ويخاف على مكانه في المنتخب. هو استبعد تقريبا من المنتخب لا ورجعوه تاني. هو كان موجود في كاس الامم الافريقيه ولسه ما لعبش، لعب حاجات بسيطه. ما يعني المفروض انه كان يلعب مكان حجازي. مين اللي لعب؟ عبد المنعم. عبد المنعم يعني انت فاهم؟ فيعني معنى كده ان في مفروض ان محمود يبقى عارف ان ده في جرس انذار ليه، ف
فلازم يبتدي يشتغل على الحتة دي ويرجع تاني يعيد حساباته مع نفسه. مش عيب ان انا كلاعب كبير ان انا اعيد حساباتي واشوف ايه اخطائي واشتغل عليها وابتدي اصلح من الاخطاء دي. فده مهم جدا لان هو لعيب من اللعيبه المميزين واللي قدر فعلا ان هو يشتغل في فتره من فترات كان لاعب مميز جدا.